إخواني، لا أريد أن أطيل. نحن في مشاريع إضافية أخرى، لقد عملنا على إطار التلفزيون حيث حصلنا على VT4. اليوم تفتح في التلفزيون الإسرائيلي في اثنين، عروس اثنين وعروس عشرة. من اليوم تقدروا تفتحوا على VT4، بتلاقوا انه التلفزيون مع شرفاء كرماء شركاء شرفاء تعاونوا معنا، واحنا عندنا موجود التلفزيون العربي الاول في اسرائيل من اجل البث، وسنعمل على زيادة توضيح المواطن لما يستحقه وما هي حقوقه، ويكون مسؤول ايضا في اطار الابحاث. اخواني هناك، انتم تعرفوا كان هناك طلب في المجالس المحليه، انا بصفتي كنائب رئيس لبلديه سخنين زياده عن التعليم، وصلنا لمعامل انه احنا حصلنا على مستشفى متنقل. المستشفى خلال شهرين يكون عندنا في الوسط العربي في الجليل مستشفى متنقل مع 4 غرف إنعاش و6 غرف لأجل حالات طارئة، اللي إذا هناك كانت حالة طارئة نقدر نستعين في هذا المستشفى، وبتأمل يكون هذا المستشفى له فروع إضافية في الوسط العربي. وإحنا إلنا جلسة إن شاء الله لتوسيع هذه الفروع في القرى العربية. يا للدافين وهيبي ونبشر ميراث الشعب من الشارع للمرة.
الحاري تو أهل الثهرات يا كانت عنا هم وطاقة نروح الحفلات العملاقة لو أقرب معوزة لا كانت تجمع آلاف وبيات يا طاق الله يا ما بينا كانت حلوة ليالينا طورنا وما تعلينا بالعبد رجعنا سنوات ما شاء الله رائعين طلابنا يا جماعة الكبار مش اللي بيعملوا شغلات عظيمة بس الكبار اللي بمهد الطريق لغيرهم من شان يقوموا بعمل وبشغلات عظيمة وكبيرة جوات قلوب الأحباب التسامح خير